محمود النهارده محضر لنا اكلتين اجمل من بعض. الاكله الاولانيه قال لنا انا هعمل لكم افتكاسه جديده، مش افتكاسه يعني، هي موجوده بره، الفرخه اللي بتبقى كلها محطوط في بالملح وتكسرها وتطلعها. هو يقول لنا يا محمود عندك ايه؟ محمود اختراعاتك يا محمود. اسلم عليك الاول، اسلم على الاستاذه مفيده والاستاذه منى، اهلا بيك، واسلم على كل اللي بيتفرجوا علينا. بصراحه هي الفكره فكره مفيده وانا طورتها، ما خلناش نحرق الموضوع. كل تواضع. بص انا كنت عملت قبل كده سمك بالطريقه دي، ان انا غلفتها بطبقه من الملح الخشن، فهي قالت لي ايه رايك نعمل فراخ، فالفكره كانت حلوه جدا وفعلا هي بتتعمل حلوة. يعني لا نقول المقادير. انا اكلت السمك. لا دي بره بتقولي جاي، هو تك 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 مجهزين ده. تمام، بص هنقول المقادير سريعا عشان وقتنا. احنا محتاجين فرخه سليمه، وسبعه اكياس ملح خشن، شوال ملح خشن، وبياض بيضه، ومعلقه زعتر اخضر، وثلاث بصلات مفرومين، وعودين كرفس، وثلاث فصوص ثوم، وليمونتين، وملح وفلفل، ده عشان تتبيله الفرخه، وقرفه وكزبره ورشه بهارات. الخضار اللي انا هقدمه جنبها بحتاج ثلاث حبات بتنجان، مع حبيتين كوسه، ومشروم فريش، وريحان، ومعلقتين زيت. تمام، انا كل تشوق ان انا اعرف الموضوع ده. مبدئيا كده ايوه، ادي البصل. اوكي، بنحط عليه رشة فلفل اسود. تمام، مع رشة بهارات. اوكي كده، ورشة قرفة. قرفة ورشة كزبرة. كزبرة خضراء. بصي بقى الزعتر ده بناخد منه شوية هنا كده، ونبدأ نقلب دي كويس. طب عشان تعمل بيه ايه بقى ده؟ ده هنحشي بيه الفرخة. طب وانت ليه تحشي الفرخه؟ هتدي طعم حلو قوي جوه ده حشو، عشان ممكن هي كده مش ممكن متبلة. يبقى بالبصل. أوكي، وممكن يبقى بالرز. كويس، طبعا الفرخه مغسوله كويس. انا لو حبيت احشي مع الفرخه دي رز، احط نفس التوليفه دي واحط معاها رز؟ بس مش رز ني، رز بيستوي 3 4 سوا. يعني احمر. طيب قولها لنا تاني بشويه ميه. قول لنا التوابل دي تاني. زي الحمام، زي رز الحمام. كزبره ناشفه. كزبره ناشفه، معلقه قرفه، شويه بهارات، شويه ملح، شويه فلفل اسود. تمام كويس. وبعدين ناخد دي كده جديده، الكزبره الناشفه في البهارات وكده. خلينا ناخد الجزء ده. مظبوط، ايوه هو ده كده. يعني اي رز بيتحشي بيه الفراخ لازم يبقى مستوي 3 4 يعني انا افضل ده، لان البخار مش هيبقى كافي انه يوصل لل ما دام هندخلها الفرن، مش هنسلقها. صحيح. ادي الفرخه اهي، خلصناها. وناخد البوله دي هنا كده. ايه بقى البوله دي؟ ادي 7 اكياس ملح. 7 اكياس. بنحط يعني بالتقريب 7 اكياس ملح، بنحطهم كده على بولتين. اوكي كويس. وادي بياض بيضتين، نحط هنا واحده كده ونحط هنا واحده، دي بتخلي تلزق كفر الملح يتماسك مع بعضه. وبعدين نحط شويه زعتر على الملح، ولمسه قرفه صغيره قوي تدي ريحه حلوه. كويس. وبعدين بايدينا ندعك كده الملح لحد ما يتشرب بياض البيضه بالكامل. كويس. خدي بالك ان ناس كتير عملت الوصفه دي في سمك وفي فراخ، وعشان يغلفوها بطبقه الملح دي عملوها بملح بس من غير بياض البيضه. فما كانش بيتماسك بالشكل القوي، وكان بيفرفل بيفرول منهم بشكل قوي. كمان الفلفل دي حلوه بيفرفل كده. ونعمل دول كمان كده. فرفر بقى علينا. ايوه ملح، كله ملح. بصوا يا جماعه، موضوع الملح ده ما تخافوش ان هو هيحدق الاكل بالشكل اللي انتوا ممكن متخيلينه. لا الملح مجرد ان هو بيدخل الفرن، الغلاف ده بيبقى عباره عن حجر من الملح. ايوه هنوريهم. ايه فوائد الطبخه دي؟ او ليه عاملين النهارده طريقه الطبخ بالطريقه دي؟ النهارده انت لو عند او انت لو عندك فرخه وهتسلقيها حلو في وقت بتسخن. وهتسلقيها غير ما هتشويها، غير لما تغلفي ده كله. فكره لا تغلفي ده كله، انت بتكمرها زي كل الابخره، وكل طعم الفرخه بيفضل محتفظه بطعمها بشكل قوي جدا. انا بس بتعمل ازاي؟ بص ادي خدنا شويه ملح تحت كده. اوكي كويس. وبعدين ناخد ورقه زبده. اوكي نحطها هنا كده. كويس. اوكي وناخد الفرخه بتاعتنا نحطها هنا كده. كويس. وبعدين ناخد ورقه الزبده الثانيه نحطها على كده. الملح ما لمسش الفرخه، ولو لمس الفرخه مش هيتخلل الفرخه. كويس. انا حاطط ورق الزبده ده امان. كويس. وبعدين ناخد ده كده ونبدا نحط الملح بتاعنا كده، ونكبس
بايدينا وناخد الجزء الثاني. تستاهل فعلا ان الطعم بيبقى مختلف. بتحتفظ على الفرن بقى ساعتين كاملين على درجه حراره 200. ساعتين كاملين. مين اللي بيعملوها كده يا شيف محمود؟ الاتراك. يعني الاتراك بيعملوا كده، الطلاينه بيعملوا كده في السمك. الفرنسويين بيعملوا كده. بعد ساعتين بيبقى بالشكل ده، بنطلع الشكل ده لكل اصدقائنا. ساعتين في الفرن اهي. كويس. بصي بقى هنكسرها مع بعض، بس هي مزعجه شويه. هي بقى هي بقى طبعا محتاجه تطلعي الشكل النهائي بقى بتاعها يا مفيده. بعد ما بتكسر وتشيل ال 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 الجزء اللي فوق ده، الفرخه بتطلع سليمه بشكل قوي. الفرخه بتطلع بالطريقه دي، بس طبعا طعم مختلف. الطعم مختلف جدا لكل مستويه. متكمره ساعتين. دي السوتين المشوي ده انا كنت هشوي شويه خضار. ده هو ده اللي انت مقدمه، كوسه وبتنجان. كوسه وبتنجان مشوي. بحط عليهم معلقه ريحان ومعلقه زيت زيتون. خلينا بنكبسها بايدينا كده. كويس. ومهم قوي ان احنا ما يبقاش عندنا جزء مفتوح. كويس. يبقى مقفول كله بالملح. هو انت ما عندكش شاكوش؟ عندي، هجيب لك كل حاجه. طيب قول لي بقى مقادير المقادير. مقادير الاكله الثانيه. ايوه اهي. برافو عليك يا مفيد. بس انا لبخت الدنيا. مش مهم مش مهم، استني خدي دي، خدي دي بالراحه. هات دي، خدي دي كده. ما انا هكسر حاجه. طيب انا هقرا مقادير، بس خدي بالك عشان انت كده بتنزلي على الفرخه، فانت محتاجه. اوكي. مقادير الاناناس، بحتاج واحدة اناناس طبعا فريش، واربع اكياس ملح، وثلاثة بياض بيضة، وعدد عود روزماري اخضر، وصوص كراميل، وعين جمل، وايس كريم فانيليا. بصوا برضو. بص يا محمود. ايوه برافو عليكي. محتاجة دي بقى، محتاجة. متعبة في تكسيرها. على مهلك. بصي محتاجة دي تبقى معاكي، شيلي كده بالراحة. كويس. شيلي كده بالراحة. بصوا خدت لوني ازاي. اعمل لنا انت الحلو عشان الوقت يا محمود. طيب. انا خايف على مفيده. لا ما تخافش عليا. بصوا طريقه الطبخ الحلو مهمه قوي. انا ما دام اخترت طريقه طهي واحده للفرخه، انا عملت كده برضو مع الاناناس. انا بس كنت نفسي وشويت الاناناس بنفس الطريقه اللي انا عملت بيها الفرخه. بحتاج اربع اكياس ملح برضو. انت عملت نفس الفكره بالحلو عشان اثبت للناس ان الملح ما بيأثرش على طعم لا الحلو ولا الحادق. كويس. واتشوت في الفرن وطلعت كل العسل اللي فيها، هوريكوا دلوقتي مع بعض. هو حاجز بس او عازل كفر بيكمر كل الفوائد والريحه الحلوه الموجوده. بصي الفرخه عامله ازاي؟ زي امبارح ما عملنا الفراخ المكموره دي. بصوا بقى الروزماري على الملح وبياض البيض في الوصفه بتاعت. طب عايز اقول لكم اول مره اكل تحفه، ودي سخنة. هتلاقي طعم الفراخ الطبيعي. ما بناكلش فراخ كتير لكن يلا كده. بنحط روزماري وبنكتر بياض البيض في ده. ليه بنكتر بياض البيض في ده؟ تحفة يا شيخ. عجبتك؟ جدا. يا ريت تجربوها. سبعة اكياس ملح، الكيس ب 50 جنيه. طب يلا عشان ما عندناش. ب 3 جنيه ونص، مش هيكلفكم حاجة يعني. والحشو اللي جوه حلو اللي تعمله. بصوا ده بقى لازق كده شوية. انتوا كل اللي بتعملوه ان انتوا بتجيبوا شوية صغيرين تحطوهم هنا كده، وتوقفوا حبايه الاناناس زي ما هي سليمه، وبعدين تجيبوا ده وتبداوا تغلفوا بالراحه خالص حوالين حبايه الاناناس بنفس الفكره بتاعه الفراخ. كويس. وبعدين بعد ما تقعد لمده ساعه كامله في الفرن. انت نحات يا محمود، انت بتنحت الحاجه يعني. مش نحات. مش ممكن عليك يا فنان. وهتدخل الفرن لمده قد ايه؟ هنا لازم تفهموا بقى انا كترت بياض البيض ليه؟ بياض البيض علشان هنا الملح واقف. مش بشكل فلازم حاجه تمسكه اكتر. بالظبط. انا بكمل دي بشكل. وبعدين تقعد قد ايه بقى؟ كام تقعد ساعه في الفرن؟ وبعدين اطلعها اقطعها واحط لها صوص. قطعيها قشريها وبعدين قطعيها وحطي عليها صوص كراميل وحطي عليها ايس كريم فانيليا. ميرسي يا محمود. ميرسي. وانا افكار تجنن. ميرسي جدا جدا. لا انا وشيف. منى ميرسي. هابي ويك اند لكل اصدقائنا. نشوفكم ان شاء الله السبت الجاي وحلقات جديده من ستيك محفوش جدا.